لسمسم منك نسمع يا سامية كل مرة تجيب لنا مجموعة من الأخبار الجميلة، المبادرات الممتازة اللي راو فيها في تونس في هذا الوطن العزيز. راو والله فما حاجات تبعث الأمل، كيما القصة نتاع ولايد صغير عمره 10 سنين مغروم ياسر بالموزيكا، نلقاوه باش يشارك في مسابقة عالمية للعزف على البيانو. أعطيني تفاصيل سامية. نحكيو على أمير المهذبي عمره 10 سنين مغروم بالبيانو من اللي عمره 8 سنين، شارك في مسابقة للعزف على آلة البيانو اللي هي فال دو ترافير 2020 في سويسرا، واللي صارت سنة أونليني بسبب الأزمة الصحية العالمية اللي نعيشوها والكورونا، والفينال باش يكون إن شاء الله نهار 27 فيفري في نوشاتيل، وباش يصير ستريمينغ للمسابقة. أمير شارك بفيديو مع مجموعة من الصغار اللي يعزفوا في العالم واللي أصغر من 12 سنة. نسمعوا منها إكستري. الله عليه أمير، أنا كمستمع عادي وقولي لي اكسبسيونيل، انت بالاذن الفنيه اللي عندك يا سمسم ايش قولك فيه؟ اللي اكسبسيونيل زيد بالحق والله تبارك الله عليه. تفرجت في فيديو معناتها تفرجت فيها كامله الفيديو، تبارك الله عليه، وان شاء الله يترشح للفينال. امير مهذبي اسمه، عمره 10 سنين، اعطيني اكثر تفاصيل على المسابقه سامية. امير هو المترشح الوحيد من القاره الافريقيه، حكينا على غرامه وعلى مشاركته في المسابقه العالميه هذيا واللي ان شاء الله يوصل فيها للنهائيات ويبدا يحقق في احلامه. عسلامة، اسمي محمد أمير مهذبي، عمري 10 سنين، بيانيست، بديت البيانو عمري 8 سنين، بديت بالجيتار وبعديك كي مسيت البيانو حسيت روحي خير، حسيت روحي فرحان ونجم جو مكسبريم ميو. دونك عندي عامين ونص من اللي قال نقرأ البيانو، كنت نقرأ في كونسيرفاتوار في إيطاليا في روما، توا روحت لتونس وانطلقت مع البروف سي مهدي ترابلس. شاركت في المسابقة عالمية كبيرة اسمها فال دو ترافير في سويسرا، جيت دوزيام في البري دو لودينس افيك ان توتال دو 16000 فوت. وشاركت في المسابقة هذه باش نوري مي تالون ونحسنهم، توا قاعد جو مونترين بور لا فينال. تبارك الله عليك يا أمير، والله تبارك الله عليك يا أمير، وان شاء الله ربي يفضلك وان شاء الله راوك متألق وناجح. يلزم برشا انكادرومون من عند لي بارون، يلزم زاده فما وقفه اللي تصير من عند لي بروف وغيره يا سامي. كما قالنا امير في اخر المداخله انه المشاركه هذه صارت بتاثير من استاذه مهدي ترابلسي واللي هو دكتور وعازف بيانو، اتصلنا به وحكى لنا باكر التفاصيل على المشاركه. محمد امير مهذبي جو لي يو تو ريسامون، كان هو في اونفيت في ايطاليا يسكن ورجع لتونس وجو لو سوي من توا حكيت شهر هكاك جي كومونسي افيك لوي. Un garçon très doué, il n'a que 10 ans. Donc, il a fait un concours, il a concours ici en Suisse, un concours Val de Travers, une Neuchâtel, un concours international. Donc, il a une catégorie de terre où les enfants, donc, il a fait un concours de l'Ukraine, de Russie, partout, Australie, autour de Soul Wahid, donc, il a fait le Covid, donc, le déplacement est un peu compliqué. Donc, le concours حب يكون مشاركة، دونك كل كانديدا يبعث فيديو. كمير مهذبي شارك فيديو فيه 3 بيس دو ريبرتوار كلاسيك سافون اوكسيدونتال، اون بيس من الستيل القديم باروك نسميوه، اون بيس معناتها دو كلاسيك ومودرن من 20 سيكل. وان شاء الله ان شاء الله يسويت بون فون بون كوراج، ان شاء الله يتعدى دونك للفاز فينال ويكون شرف لتونس. هذا يفو لانكوراجي. هايل اكسيبسيونيل مانيفيك، ميرسي أونكور أون فوا صديقتي سمسم. كل يوم راه تجي وتبدع، كل يوم تجي هكا عرفتك اللي تقول لك تنحي غمة على القلب سامية. الحاجة الباهية اليوم هو أنه تنجم تشارك في مسابقات في العالم في مختلف الميادين مهما كانت الميادين، وأنت لهنا موجود في تونس، فما برشا دي كومبيتيسيون اللي ولاو يصيروا أغلبيتهم أونليني، إذا كان مش الكلهم أونليني مع الكوفيد اللي موجود في العالم الكل، هذا اللي حل برشا بيبان قدام برشا ناس باش يشاركوا كما قلت في مسابقات في مختلف في الميادين. هذيك علاش باهي انك تبربش، باهي انك تلوج، باهي انك تحاول وتجرب وتشارك المره الاولى والثانيه والثالثه، في نهار من نهار تلقى روحك ناجح مهما كان الميدان اللي تحبه، مهما كان الميدان اللي قاعد تخدم عليه. احنا مواصلين معكم في بنت لفهم حتى نص